السادس عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا السادس عشر الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل مع أشواط الإنتاج والمنتجين. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم وانطلاقة هناك حول وزمول لأصحاب السمو الشيوخ. نسير هنا مع المقدمة نتابع الصدارة ونتابع ظبيان محمد بن طبازة من الدودة العامري من ينطلق بالصدارة وبالمركز الأول يأتي الفارس راشد بن علي بن عبيد بن غدير لقتبي من ينطلق على المركز الثاني بينما المركز الثالث يأتينا مبعد السهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع هنا الشهم لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي من يقدم لنا الشهم رابعا وعلى المركز الخامس يأتي مياس خلفان بن هلال بن محمد النعيمي. أما المركز السادس هباش محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي مع هباش على سادس المراكز وعلى المركز السابع المركز السابع والوصول من شعار بالرفيعة من يأتينا بهذه الانطلاقة مع أدهم راشد بن عبد الله بن محمد بالرفيعة مع أدهم هنا سابعا وفي المركز الثامن يأتي لاهوب محمد بن علي بن راشد لقتبي من ينطلق بلاهوب بهذه الانطلاقة على المركز الثامن وتاسع مراكزنا. وصل أبو خليل هنا مع شاهين وانطلاقة خليل بن سيف بن أحمد بن خريدة من يقدم لنا شاهين بهذه الانطلاقة عاشر مراكزنا. يأتي السليماني مبخوت بن حمد بن عود العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف العشرة المراكز أيضا أسامي تتواجد هنا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والتسلل الذي طرى وجرى على صدارة الشهم من غير على صدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي المركز الثاني. يأتي الفارس على المركز الثاني بانطلاقة راشد بن علي بن عبيد بن غدير لقتبي يتابع في هذه الانطلاقة على المركز الثاني. المركز الثالث والمتسلل هنا هذه الانطلاقات مبعد السهيل بن قشاط بن سعيد الشامسي يأتينا على ثالث المراكز والمركز الرابع ظبيان محمد بن طبازة بن الدودة العامري. ومن الجانب الآخر يأتي مياس خلفان بن هلال بن محمد النعيمي على خامس مراكزنا وعلى المركز السادس. المركز السادس يأتي لهوب محمد بن علي بن راشد لقتبي من ينطلق مع لهوب على سادس المراكز والمركز السابع. المركز السابع هباش محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي يأتينا هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. أرى اسم جديد مطفي مايد بن سعيد بن عبد الله المسافري بأول ندى المطفي بهذه الانطلاقة. عاشر المراكز السليمانية مبخوت بن حمد بن عود العامري من يقدمه على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. هنا ثاني ندى لهذه الأسماء المتواجدة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس والتحديات. آخر أشواطنا في سباق صباح هذا اليوم مع أشواط الإنتاج والمنتجين هنا وآخر الجولات. تابع ونعود إلى الصدارة نتابع الشهم من غير على الصدارة انطلق بالمقدمة محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي يقدم على صدارة هذا الشوط بينما الفارس
على المركز الثاني الفارس راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، من يأتي بالفارس بهذه الانطلاقات والتحديات. هنا يأتينا مبعد السيل بن قشاط بن سعيد الشامسي ثالثا، والمركز الرابع مياس خلفان بن هلال بن محمد النعيمي مع مياس على المركز الرابع. خامس مراكزنا من العاشر يتسلل هنا إلى هذا الأداء مطفي. خامسا يأتينا مطفي مايد بن سعيد بن عبد الله المسافري، وسادس المراكز لاهوب يتسلل في هذه اللحظات، لاهوب يتسلل هنا محمد بن علي بن راشد لقتبي. ويأتينا أيضا هنا هذا الأداء ظبيان محمد بن طباطا بن زدودة العامري، ومن هنا الوصول شعار بالرفيعة. شعار بالرفيعة يأتينا مع أدهم راشد بن عبد الله بن محمد بالرفيعة هنا بانطلاقته وتحدياته. أرى اسم جديد يتسلل في هذه اللحظات وينطلق بالتحدي وبالإثارة هناك، والقدوم من المختبر عوض بن سعيد بن عجيد لقتبي يأتي بالمختبر للانطلاقات والتحديات الجميلة. عاشر المراكز السليماني، السليماني هنا المنطلق بهذا الأداء والتحدي لمبخوت بن حمد بن عود العامري. نعود هنا، نعود مع صعب المضمرين، هو انطلاقة الشهم على الصدارة، الشهم على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور محمد بن سلطان بن مرخان لكتبي من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتينا هناك مبعد السيل بن قشاط بن سعيد الشامسي على المركز الثاني، والمركز الثالث مطفي مايد بن سعيد بن عبد الله المسافري مع مطفي على المركز الثالث، والمركز الرابع مياس خلفان بن هلال بن محمد النعيمي. وهنا وصل المختبر عوض بن سعيد بن عجيد لكتبي مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، ويأتينا أدهم هناك أيضا بتحديات وأداء راشد بن عبد الله بن محمد بالرفيع. الله الله، وهنا القادم أيضا القادم انطلاقة ظبيان محمد بن طبازة بن الدودة العامري، والسليماني المخوت بن حمد بن عود العامري من أتى بهذا الانطلاق، ولكن أعود إلى صدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والتسلل الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة. مبعد 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 من انطلق بصدارة، السهيل بن قشاط بن سعيد الشامسي من يأتي بصدارة والمقدمة والمركز الأول. ظبيان 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 بدأ يتسلل ظبيان بهذه اللحظات، هذا الانطلاق لمحمد بن طبازة بن الدودة العامري من يأتي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الله الله، وصل وصل السليماني، وصل السليماني بانطلاقته وتحدياته، السليماني مبخوت بن حمد بن عود العامري، ولكن ظبيان ظبيان مسيطر على الصدارة، ظبيان مسيطر على المقدمة. قبل أسبوعين فايز بهذا الشوط، هو اليوم يضيف إنجاز إلى إنجازه، ها هو ظبيان. تهانينا لمحمد بن طبازة بن الدودة العامري، سلام مدينة العين سلام. هذا الفوز المركز الثاني السليماني مبخوت بن حمد بن عود العامري. ويأتينا هناك مبعد السيل بن قشاط بن سعيد لما حرمي والشهم محمد بن سلطان بن مرخان. أما المركز الخامس وشاهين خميس بن مصبح بن بدر العليلي من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم، نعود مع التوقيت الزمني، هو لحظة وصول هنا وانطلاقة ظبيان بالفوز والناموس. تهانينا لمحمد بن طبازة من الدودة العامري، وهنا 9 دقائق من سجل 35 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. هانينا والناموس على هذا الفوز المميز، بينما السليماني من حل في المركز الثاني هنا ب9 دقائق 35 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمبخوت بن حمد بن عود العامري، مبعد من حل على المركز
المعقد الثالث بتوقيت زمني مقدارة ولحظة وصوله 9:36 خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن قشاط بن سعيد الشامسي، تهانينا لجميع الفائزين، وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم.